احنا معانا تليفون. الو، الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. معانا الدكتور عمر شريف عمر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شريف عمر لعلاج الأورام. أهلا يا دكتور، إزاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، نتشرف بسيادتك. ربنا يخليك. أولا إحنا لسه في بينك أكتوبر، يعني إحنا ما زلنا في بينك أكتوبر، وبمناسبة المولد بقى قول لنا هتهدي مشاهدي إحنا الستات إيه، أو مشاهدات. لا والله يا فندم، احنا بنتشرف بسيادتك، ويعني حضرتك نموذج للفنان المصري الاصيل. بنعتز بسيادتك بقيمتك وقامتك والسهل الممتنع اللي حضرتك بتقدميه. بينك اكتوبر ده شهر اللي فيه تكدس للتوعيه والاهتمام من المؤسسات المختلفه، ومصر دوله بها الكثير من الجهات اللي بتعمل في هذا القطاع، وفي الاساس طبعا الدوله بمؤسساتها الحكوميه. لكن التوعيه بسرطان الثدي يا فندم مش بس في اكتوبر، هو اكتوبر يمكن بنفكر الناس، لكن احنا ندعو الناس للاهتمام بالكشف المبكر طول العام والاهتمام بالكشف الذاتي طول العام. واحنا نتشرف ان البرنامج عند سيادتك، احنا يعني نتشرف ان احنا نشارك ولو بالقليل. احنا بنقدم لسيادتك عدد 300 ماموجرام وسونار، يعني احنا هنقدم لحضرتك عدد. اوه يا دكتور، لا لا لا، ده كده انا يعني طايره من الفرح. لا يا فندم العفو، ده اقل حاجه نقدمها لناسنا ولبلدنا، وده اللي يليق ببرنامج زي حضرتك. احنا بندعو السيدات اللي نفسها او ان هي قلقانه او عندها نوع من القلق وسنها فوق سن 40 سنه، احنا هنقدم 300 حاله ماموجرام والترا ساوند باعلى تقنيات الاجهزه وبافضل دكاتره استشاريين اشعه الثدي اللي في مصر، من خلال مراكز وقايه للكشف المبكر لسرطان الثدي. واحنا بنعتز اننا نقدم خدمه عاليه الجوده، ومهتمين كمان اننا نطمئن السيدات بالكشف المبكر، وان هم كمان الماموجرام يا فندم والالترا ساوند وافلام الماموجرام وتقرير الماموجرام هو وثيقه امان ليها السنه دي، وهو اليه للمقارنه المستقبليه. فاللي بنديله الفحص السليم وبنقدم له الخدمه كويس، مش بس بنفيده السنه دي، بنفيده السنه الجايه. احنا نتشرف ان احنا نقدم لسيادتك ال 300 ماموجرام وسونار لمن هم فوق سن ال 40 سنه ويرغبوا في عمل الكشف المبكر، ويعني شاكرين اعطائنا هذه الفرصه. يا دكتور انا اللي عاجزه عن الشكر، انا حاسه ان احنا ربنا قدرنا الحمد لله ان احنا نعمل عمل طيب في ذكرى المولد النبوي الشريف. بشكر حضرتك جدا دكتور عمر، ويا رب دايما كده يعني يبقى كل الخير. شكرا يا دكتور.